أكثر مكون في العراق تأذى من الأمريكان هم المكون السني، من خلال يعني الحروب التي شنت في هذه المناطق. لازلنا نتذكر ما حدث لأهالي الفلوجة من ضربات كيميائية قاسية على أهالي الفلوجة، وإذا الناس نسيت لازم نذكرها، ما يصير عندنا ذاكرة يعني ذاكرة النمل كما يقال. إذا كنا نسينا نذكر الناس بما فعلوه الأمريكان أو فعله الأمريكان من حالات اغتصاب وتعدي في سجن أبو غريب، وهكذا بقية السجون وهكذا بقية المدن العراقية النجف وإلى آخره. لكن إحنا نعيش ازدواجية مع شديد الأسف. يعني هو شنو اللي غير؟ هو الأمريكي هو نفسه، الغزو هو نفسه، الاحتلال هو نفسه، التعدي هو نفسه. شنو قبل 5 سنوات كان محتل، هسه صار صديق وتريده يبقى عندك. هذا يدلل لك، واسمحوا لي بهذه الصراحة، يدلل على أن خيوط اللعبة ليس بأيدينا. هذا من الأخير، خيوط اللعبة في العراق لا يراد لها أن تكون بأيدي العراقيين، لأن لو أريد لها أن تكون بأيدي العراقيين في القضايا الاستراتيجية، القضايا المهمة للبلد، القضايا اللي لازم نتفق عليها، ينبغي أن نتفق، ما يحتاج لنا أنه يعني هذه الفرقة وهذه الرسائل إلى الجماهير، إلى الجمهور. لما الجمهور السني مثلا يسمع قائد من قيادات السنة يقول لا، ضرورة بقاء القوات الأمريكية، وكأن بقاء القوات الأمريكية هو الضامن. وأنا راح أذكر السنة وأذكر جميع العراقيين، أمريكا كانت موجودة في العراق، فلماذا لم تمنع دخول الداعشيين إلى العراق وتسللهم نحو الأراضي السورية والأراضي التركية؟ كانت تراهم بأم عينها، وكانت تغض النظر إلى أن دخلوا واحتلوا، وهي عندها التكنولوجيا، تمتلك تكنولوجيا ما يمتلكها أي بلد في العالم. وبالتالي لماذا هذا السكوت؟ هي لو كانت صادقة مع العراقيين ومع السنة، حتى أذكر أهل السنة، ما سمحت للزرقاوي يذبح بالعراقيين على سنوات، إلى أن مل العراقيون من الذبح ثم قتلته. وهكذا مع أبو بكر البغدادي، ما يصير نسخف عقول الناس إلى هذه الدرجة. أمريكا في العراق لم تعطي العراقيين أي شيء إيجابي، لازم نقول للناس